لعبت مع فارس شايبي والياس خيري ومحمود داوود. هل وجود اللعيبه العرب في فرانكفورت فرق معاك؟ فرق معايا جدا، بالذات ان احنا قبل ما داوود يجي كنا احنا التلاته دايما في المنتخب بنسافر مع بعض. يعني احنا عارفين ان احنا مثلا عندنا كان عندنا امم افريقيا، احنا كلنا مسافرين امم افريقيا، هم ما بيتكلموش عربي، بس لما داوود جه هو سوري وجاي من سوريا من زمان بيتكلم عربي، فحسيت ان احنا قربنا لبعض قوي الفتره اللي فاتت. وهو طبعا لعيب كبير، يعني لعب في دورتموند ده فارق في الجزء السبيريتشوال اللي هو يعني الصلاة احنا طبعا فارق كتير. فارق كتير، يعني دايما ساعات بنصلي مع بعض ونروح مثلا نصلي الجمعه مع بعض، الحاجات دي بتفرق. ان حتى لو انا عندي اصحاب في الفرقه، بس لما يبقوا في عرب عارفين احنا عارفين يعني الدين عندنا من اكبر الحاجات، وطريقه الكلام والعيشه بتاعتنا والحاجات التقاليد اللي احنا بنعملها غير اي حد اوروبي تاني. حتى لو انا عندي اصحاب كتير من اوروبا، بس بتبقى زي ما انت بتقولي تفرق بقى في الحته اللي هي النفسيه دي.